اتهم وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف واشنطن بانتهاج مواقف متضاربه تجاه العديد من الملفات الدوليه، خاصه فيما يتعلق بوجود قوات امريكيه في سوريا. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني في موسكو، اعرب لافروف عن قلقه مما سماه بتسييس بعض الدول للوضع في سوريا من خلال خلق استفزازات باستخدام الاسلحه الكيماويه، مؤكدا ان موسكو وبكين متفقتان على ضروره الحل السياسي للازمه السوريه.